الزمن هذا، البعد عن مبادئ الإسلام الحنيفة، الضغوطات العظيمة الكثيرة، إنسان يجري ما يلحق، الملاهي الكثيرة، الكذب المرضي اللي يدخل في الأمراض النفسية حاجة أخرى. تلقى عند الطفل الصغير والبنية الصغيرة والمراهق والكبير، حتى الكبير يجي للأعمار الكل يكثر عنده الكذب ويكثر عنده الكلام ويكثر عنده الدوة وسلوكه يضطرب. مش كان الكذب والسرقة، يسرق الفلوس، يخبي، يكذب، يضرب، يعمل حوايج خايبة ما كانش يعملها، خاصة عند الصغيرات. هذا يدخل في مرض اضطراب المزاج ونشاط مفرط في الدماغ، يولي الإنسان مبقاش يهمه الحدود والقوانين ومبقاش يخاف. هذاك مرض يتسمو يتعالج. شنو اللي نجمو نعملو باش نحدو من هالظاهرة هذه، ظاهرة الكذب؟ اللي كي نحد من كثرتها ومن حدتها الظاهرة هذه المشومة الخايبة هذه الكذب، لابد من التربية، من تربية الصغيرات، نربيهم على الصدق. وأحسن التربية هي التربية القدوة الحسنة. البو والأم ما يلزمهمش يكذبوا قدام صغيراتهم، هذا شيء اللي حضوه راهو الكبار تكذب قدام الصغار، ولا هذا يلزم نحيوه في ساعة ونشطبوا عليه. إذا ظهر الكذب المرضي الثاني اللي حكينا عليه ويدخل في اضطراب سلوكي والطفل ولا المراهق يولي عبد آخر، يتبدل، يكون نوع هادي رزين عاقل، يولي يكذب ويدخل بعضها وسلوكه يولي غير لايق، وما يحشمش وما يهموش وما يخافش من القوانين وما يخافش من العقاب، هيك مرض. هيك يزمو يتعالج، وبحول الله يرجع الإنسان لعادته. مشاهدينا مرحبا بكم دائما، انتم في زدني علما على قناة القلم، ومرحبا بما يوصلنا من تفاعل سواء كان في الصفحة الرسمية لزدني علما في الفيسبوك، ولا من خلال البريد الإلكتروني، ولا عن طريق التليفون اللي تجمو تكونوا حاضرين به معنا في اتصال مباشر 74 621 607. وكنا نشاهد معكم وكنا نستمع أيضا إلى رأي أهل الاختصاص من القانون وكذلك من الطب النفسي فيما يتصل بالكذب. ولكن اليوم الكذب ولا عنده أشكال متنوعة ومتعددة، وإحنا تعرضنا في أمثلة تتصل بالحياة الاجتماعية، بالحياة الأسرية والعائلية، بالمعاملات أو بالمجال الاقتصادي. ولكن الكذب اليوم، وانتم عايشين في الوضعية اللي بالحق اليوم البلاد في إطار صراعات وتجاذبات وكذلك ربما تفاعل ما بين أطراف متنوعة، قد يجيز البعض لنفسه أنه يكذب. وشبيخ يقول لك ساعات السياسة البعض عند البعض، السياسة عند البعض تعتمد على المخادعة والكذب والمماطلة وربما تقديم وعود، هذه كلها مرتبطة بجانب عنده جانب قيمي أخلاقي قد يؤول إلى الكذب. فلما يا سي محمد اليوم الكثير من الأطراف، نقول أطراف دون تحديد، لما يعمدون إلى تسويق الكذب خاصة في ظل الأزمة اللي تشهدها بلادنا اليوم في هالصراعات في هالتجاذبات السياسية؟ هم يعمدون إلى ترويج الكذب من أجل تحقيق مصالح سياسية ضيقة، ومن أجل حسابات مادية ظرفية وموقوتة. نعم. والغريب في الأمر أنهم يكذبون ويكذبون ويكذبون، والسياسة قائمة في جانب كبير منها عند على الكذب. يقول لك اكذب واكذب واكذب حتى يولي هيك الكذب صدق وصدقوه الناس. صحيح. ورينا في حلقات سابقة على ان في المستوى السياسي تقوم على السياسيون وقادة الاحزاب يعدون ويعدون ويعدون ثم لا يرى الناس من الامر شيئا. انا على الاقل باش نرتبط بالواقع الذي نعيشه في بلادنا في مثل الظروف التي تمر بها البلاد، ونحن نتحدث عن الكلمة وعن أمانة الكلمة. نقول أنا بعض السياسيين باش ما نعممش من باب
التفاؤل وإن كان الأمر على خلاف ذلك. نعم. باش ما نعممش بعض السياسيين وكذلك الأمر بالنسبة للإعلاميين، نقول بلادنا اليوم في حاجة إلى كلمة من شأنها أن تقرب القلوب إلى بعضها والنفوس إلى بعضها، أن تبشر بمستقبل واعد، أن تبحث عن الحلول للمشاكل، وإلا على أن الكلام هذا الذي يسوقه هؤلاء، الكلام هذا يحبط العزائم. نعم. يفرق بين الناس، يزرع الضغينة، يبعد الناس عن العمل وعن التفاني، لا فيه مصلحة لا للبلاد ولا للعباد. والغريب في الأمر على أن كلام الكثير منهم اللي قائم على الكذب، الناس يعلمون أنه كذب، ويعلمون أن هؤلاء الذين يتكلمون لهم تاريخ في الكذب وفي الخيانة وفي السرقة وفي الفساد وفي الإفساد، ومع ذلك يؤثرون فيه. من جراء ماذا؟ من جراء ذلك الحضور الإعلامي المكثف ليليا وليلا ونهارا. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن وينطق الرويبضة. قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافي يتكلم في أمر العامة. احنا الطبيب، الطبيب إذا كان باش نحوصل كلامي، الطبيب إذا كان جال المريض وقال له: أنت مريض والمرض متاعك مخطر، وهي أسباب المرض، وأنت الحالة أنت فيها، قعد يكلموا بالشيء هذايا سيزيده مرضا. وإذا كان الناس اللي في وسائل الإعلام ورجال السياسة في منابرهم وفي حلقات نقاشهم وفي حواراتهم: البلاد تعبة، الاقتصاد التالي، الدنيا ما هيش باهية، وضعنا ما هوش باهي، مستقبلنا أسود إلى غير ذلك، إذا كان بالمنطق هذايا، وين مش يهزوا البلاد؟ حتى وإن كان حقيقة يا نعم. محمد، حتى وإن كان حقيقة، والله يستحضرني الآن موقف عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته في أحلك فترات حياتهم، وكان لكلمته التأثير الكبير والكبير ياسر. في غزوة الخندق لما اجتمعت قبائل قريش مع المشركين وكذلك مع يهود بني قريظة، اجتمعوا من أجل هزم الرسول صلى الله عليه وسلم. وبنو قريظة كان معهم، كان ثم عهد ما بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. تثبت الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمر، وبعث بعض الصحابة ليتبينوا الأمر، هل أن القوم قد غدروا به أم هم على عهدهم. وقلم إذا ما كانوا قد غدروا فالحنوا إلي لحنا ولا تفتوا من أعضاد الناس، وإذا كان صدقا فاجهروا به. ريت إذا كان مثلا هم غدروا ما تجيوش للمسلمين وتقولوا لهم أراهوا غدروا بنا. ليش؟ حتى لا يؤثر ذلك في نفوس المسلمين، وحتى لا يضطرب المسلمون. والمسلمون آنذاك زلزلوا زلزالا شديدا. يقول ربي في الحالة هذه اللي عاشوها المسلمين في المدينة قبل غزوة الخندق: وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. معنى تقول أنت لابد من اختيار الوقت المناسب لقول الحقيقة. صحيح الكلام بخواتمه. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع بغدر بني قريظة تقنع بثوبه واضطجع، فزاد الصحابة قلقا، ثم فيما بعد نهض وقال لهم: أبشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره، أبشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره. هم في حالة عصيبة، فينطقوا بكلمات تعيد الطمأنينة إلى النفوس. شوف منا في أحلك الفترة، نفسي عامل نفسي لابد أن يتوفر. مش كل شيء يتقال، مش كل ما يعلمه الإنسان يقوله، خاصة إذا كان عنده علاقة بأمر أمني، عنده علاقة بالأمن، ولا عنده علاقة بالأمن بالجيش، وإلا بالحراس، وإلا بالأمن، ثم حوايج ما يزمكش تقولها، وأنت مع ذلك ماذا تفعل بها؟ تتاجر بها سياسيا. أيام البعض الآخر سي محمد تتحدث عن المتاجرة السياسية، يقول لك لابد من مصارحة الشعب بحقيقة وضعية البلاد في المجال الأمني ولا اقتصادي ولا سياسي. تعرف الشعب، إذا أنت ترى استراتيجية معينة في التعامل مع هذا الوضع. نعم،
نعم نحن في حاجة إلى من يبعث الطمأنينة في نفوسنا، وفي حاجة إلى من يرفع معنوياتنا، وفي حاجة إلى من يتكلم في غد واعد بالنسبة لبلادنا، ونحن في حاجة أكثر إلى أن يفعل هؤلاء السياسيون أكثر من أن يتكلموا. هو الحقيقة سي محمد ما لا خلينا نكون زادة صرحاء مع أنفسنا، اليوم الشعب التونسي تمشي القاهرة مقلق ومتحير، وبرغم اللي ربما الوضعيات لا يشينها معناها نقول احنا شبيه التونسي ولا بالشكل هذا يتعامل وعلاش ولا وضعيته النفسية هكذا. وحتى المختصين في علم النفس كان حاضر معنا من هو في الطب النفسي يعرف انه الناس الكل متقلقة ومتحيرة. الكلمة اليوم الطيبة ضرورية ولا سي عمر باش تضمد الجراح؟ هي ضرورية، ولكن أنا حبيت نقول وأننا كنا نظن أنه بعد الثورة انتهى عهد الكذب، انتهى عهد التهويل، انتهى عهد التخوين، انتهت كل هذه الخزعبلات. اليوم الشعب محتاج إلى مصارحة، محتاج إلى تصحيح. ما هو الخبر الصحيح؟ ما هو الخبر اليقين؟ لما تقول اليوم ثم مشكلة معينة أعطيني حدودها وأعطيني ضوابطها وأعطيني وضعية البلاد. وهنا نقول لابد من أن نأخذ الدرس والعبرة. وإذا به معناها ما قبل الثورة كنا معناها نعاني ربما من نظام الدكتاتور اللي كان معناها يهول في مسألة الإرهاب، وكان معناها ربما يقمع الصحفيين، استعملها ورقة سياسية، استعملها ورقة سياسية، وكان يستعمل سياسة تكميم الأفواه. وإذا به الأفواه التي كانت مكممة في العهد السابق أصبحت اليوم معناها تتبادل التهم، وأصبحت اليوم غارقة في الغيبة وفي النميمة وفي الفتنة وفي التهويل وفي السبق السياسي من أجل معناها ربما الكراسي. ألا يدخل ذلك من باب حرية التعبير والمجاهرة بالقول الصريح؟ حرية التعبير عند ضوابطها. أنا قلت لك راهي غيبة وفتنة ونميمة إلى غير هذا. يا أخي ما نعرفوش شنو هو أرب الربا. أرب الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. قال صلى الله عليه وسلم إن أرب الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. هذا أرب الربا. ربي سبحانه وتعالى نهانا عن الغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا، بحيث هنا الغيبة والنميمة والفتنة وفبركة الأحداث وربما تأليف المواقع اليوم إلى اليوم لا نعرف من وراء الإرهاب. هذا الإرهاب الذي يعج ببلادنا معناها وربما معناها يعصف بثورة كبرى معناها في البلاد نحو الأسوأ، من وراءه؟ هل هي أيادي خارجية؟ هل هي أيادي داخلية؟ هل هي أطماع سياسية؟ من يقول هذا؟ شكون يقول لنا الكلمة الصحيحة؟ اليوم صحافتنا رجال إعلامنا باعتبارهم يمثلون سلطة رابعة كان من واجبهم أن يكونوا أقرب إلى النزاهة، كان من واجبهم أن يكونوا أقرب إلى الموضوعية. الصحافي كان من ينقل الحقيقة، ينقل الحقيقة، لكن ثم جانب كبير منهم معناها ثم ربما البعض منهم ينقل الحقيقة، وثم البعض منهم يهول ويزيد وربما يتكلم بوثائق مسربة. نحن لسنا في حاجة إلى وثائق مسربة، نحن في حاجة إلى الحقيقة نبينها للشعب. اليوم والحمد لله الشعب التونسي عنده من النضج، هو شعب متعلم، شعب متفتح، شعب ديمقراطي، فعلينا أن نصارحه. اليوم مثلا لما نأخذ مسألة الحوار الوطني، أنا كمواطن معناها ماذا سأغنى من وراء الحوار الوطني؟ يا ترى هو حوار وطني بين النخب السياسية في مسألة من سيحكم البلاد مستقبلا، وما زلنا معناها نتناقشوا معناها في مجموعة كلها معناها ربما الأعمار نتاعها من 80 معناها سنة فما فوق. أيوة. والحال وأنه ثورة الشباب. اليوم لما عندنا حوار وطني في المجال السياسي، علاش ما كانش ثم حوار في المجال التربوي وحوار في المجال الاقتصادي؟ مشكلة تونس اليوم مشكلة التنمية ومشكلة التشغيل ومشكلة الأعمال ومشكلة معناها الاستثمار، فنحن في حاجة إلى ربما حوار اقتصادي أكثر مما نحن في حاجة إلى حوار سياسي. نعم. ولا على الأقل تكون حوارات مع بعضها متناسقة في نفس الإطار وفي نفس التوجه. أنا نحب نواصل معكم مشاهدينا في تفاعلكم الكبير اليوم من خلال مكالماتكم، ويوصلنا أيضا من أسئلة، فمرحبا بها، أهلا وسهلا. ومعنا أخونا محسن من صفاقس. مرحبا سي محسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضاه. آمين إن شاء الله. وجنبنا كل ما يغضبه ويأبيه بالصور والآيات القرآنية. يقول الزمية الكذب سلطان المعاصي. الكذب سلطان المعاصي. ها؟ فعلا وهو كذلك. ويقولوا لا تحلف ولا تعلم ولا تأخذ بحد اللي يحلف. شو يقولوا؟ لا تحلف ولا تعلم ولا تأخذ بحد اللي يحلف. به؟ شو معناه هذا؟ ما معناه لا تحلف ولو كنت صادقا. هاي. به؟ كل حلاف كذاب معناه بالنسبة لك أنت. نعم. كل حلاف كذاب.
صح عين كل هالله مكذبون وبنادم يقعد يحلف يحلف حتى يقيد عن ربي من الكذابين ويقول الملك امتى وقيد هذا فلان فلان يقيدوه راه من الكذابين وبشر عبادي بالله وبالكذابين. هذه قراءتك عادي سي محسن، هذه قراءتك انت. هذه قراءتي انا قعدت سي محمد عادي عارف. باهي نرجع له سي محمد اي نعم باهي. هكا اللي عندي. يعطيك الصحة وبارك الله فيك، الكلام اللي قاله صحيح. إيه كل حلاف كذاب يا سي محمد. ربي في القرآن قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. قالها ربي سبحانه وتعالى، حلاف يعني هو كثير الحلف يكثر من القسم. فما صيغة مبالغة فيها فيها مبالغة. مش كل حلاف، أنا كيف نقول والله العظيم أقول الصدق سبحان الله أنا أتلو عليك آية قرآنية ولا تطع كل حلاف مهين. إيه قلت الذي يبالي هو الذي يكثر، مش اللي يعلف مرة بعد قداش لكي يعبر عن تأكيد قوله. إيه ثم فارق. أيوة ثم فارق، هذا اللي حبينا ندقوا فيه. لا ثم فارق نعم. وعنده حاجة أخرى قالها خونا تو اللي يتكلم، على أن في نهاية الأمر راه القسم هذا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. نعم معناها مش في كل شيء صحيح. وعندما تقسم ينبغي أن تكون متأكدا من هذا الذي ستقوله باستعمال قسمك. واحنا او من جمله الاشياء تمشي تو احنا تو كنا في السياسه تو مش نحب ندخلوا للتجاره نعم. وقت اللي تمشي للتاجر يبدا يقسم لك بالايمان المغلظه، يقسم لك ولا مش باهي طبعا مش باهي مش فعلا نعم. هيك علاش الحلف، وهيك علاش الحلف وكثره القسم هذه راهي في نهايه الامر حتى القيمه نتاع القسم تنحى. نعم ومش باهي الانسان يخلي روحه في مجال ربما قد يخرج به عن الصواب، لانه ساعه تحلف في على عائلتك، تحلف على صغيرك، تحلف على وضعيه في المعاملات معينه اللي ما نجمش نحلفوا فيها. اي وقت اللي تكثر من الحلف ولا يبقاش ياخذوا عليك. ولا يبقاش ياخذوا عليك فعلا. بنواصلوا مع المكالمات الهاتفيه، قلنا انه فما تفاعل كبير اليوم، نحاول ناخذ القدر المستطاع من مكالماتكم اللي توصلنا عن طريق التليفون 74 621 607 للتفاعل معنا في موضوع امانه الكلمه. خونا لطفي الجريدي من الكيف، اهلا وسهلا بك يا لطفي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بكم بضيوف المايك خويا. يعيشك سي لطفي بارك الله فيك. الموضوع موضوع مهم واكيد والحمد لله رب العالمين اللي وفقكم بسداد الموضوع هذا اللي هو حساس جدا. نعم. يقول رب العالمين ولا تقف ما ليس لك به علم اسراء. ويزيد يقول رب العالمين وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. بالنسبه للكذب نشوفها المسؤوليه كلها مسؤوليه الاعلام. خاطر الاعلام لو كان جاء هو يتدخل ويأثر الناس ويحدثهم يمكن يكون الموضوع يكون حساس. خاطر علاش اذا كان يتفشى كذب في المجتمع مع الصدق تولي هنا هذا يكذب على هذا وهذا يكذب على هذا والصحيح ما عادش نفهموه، حتى باش تتفرج في التلفزه ما عادش عندك ثقه، باش تقرا جريده ما عادش عندك ثقه، باش تتحرك في وسط المجتمع ما عادش عندك ثقه حتى في داركم حتى في الاهل نتاعك. وزيد يقول صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله. كذاب لازم نحن عقوبة هاي في الدين نعرفها ومتمادين فيها وديما مش ماشيين فيها والإعلام يزيد يساند وحتى ولو برنامج ديني ولا ثقافي على الاقل يكون مثلا في القنوات كلها ما تلقاش قناه كبيره تعدي كيف كانت باش تتفرج انت وزوجتك واهلك تمشي قنوات اخرين ما تتفرجش. لا واحد من الناس ما صدقهاش القنوات كلها بالنسبه لنا كل قناه ما عملتش تعقيق ما نسمعهاش خاطر مش نعرفوا كل كذب والعقوبه بين. وجزاكم الله خير على البرنامج هذا. بارك الله فيك وان شاء الله تصدقنا عاد يا لطفي. لا بالنسبه للقناه دي انا ما كنتش صدق ما نصارش كيف كان. مرحبا بك. جزاك الله خير وشكرا للضيوف اللي معك ما شاء الله عليهم. يعيشك يعيشك. اللي كان يذكر سي عمر وكلامه فيه جانب كبير ان شاء الله من الحقيقه، انه اليوم المواطن التونسي ما بقاش عنده ثقه في ياسر اطراف اذا كان مش في كل الاطراف. الثقة اهتزت في مقابل هذايا البعض الآخر يتحدث يقول لك هل يجوز الكلام عن الحق في الكذب. هنا انا حبيت نرجع للنخبه السياسيه اللي كنا نتكلم عليها الساعه ونرجع لاحزابنا ربي يبارك فيهم وربي ان شاء الله يوعيهم.
لما فيه خير تونس وخير أبناء تونس. حبيت أقول وأنه بالأمس القريب وربما الذاكرة عنا احنا ميزمش تكون ضعيفة، بالأمس القريب ثم معناها النخبة متاعنا من اليمين ومن اليسار حكمت على أساس تهم كاذبة، تهم ملفقة، أخوة معنا من الاتجاه الإسلامي وأخوة حتى معنا من اليسار عوقبوا وحكموا وشردوا وأدخلوا السجون والمنافي من أجل تهم باطلة، تهم معناها ربما معنا ألصقت بهم إلصاقا. هنا هم جربوا، فنقول إذن لنترك الكذب، هذا من ناحية. من ناحية ثانية اليوم هي حرب، هي حرب بين الحق والباطل في كل مجال. فأنا أقول أنا السياسي الصادق عليه أن يبين كذب السياسي الكذب، والصحافي الصادق عليه أن يبين كذب الصحافي الكذب. فيجب خدمة يا عمر هنا علاش؟ أنا أقول لك مش خدمة هذه، وهو هذا اسمه سامحني الله يبارك فيك، من باب من باب من باب التفاعل. أيوة. بالعكس بالعكس بالعكس، أن تلتزم الصدق وأن تتحرى الصدق وأن لا ولا تعمل على أن تظهر. ومشكلنا فيش في تونس؟ ما ثماش حزب في البلاد هذه جاء قال أهو اللي يصلح حال المجتمع. الأحزاب اللي قاعدة تتكلم والإعلاميين اللي قاعدين يتكلموا، إذا كان تكلموا بالشتيمة وبالطعن وبالسب وبالشتم وبالوصول إلى العرض إلى غير ذلك، هذا إيش خلانا؟ خلانا في حلبة صراع. احنا اليوم في حاجة، تعرف فاشا، احنا اليوم في حاجة الى ان يكون الواحد منا صادقا مع نفسه وصادقا مع ابناء شعبه. ما المشهد السياسي سي محمد يتطلب منافسة ايضا، ما يطلبش منافسة على الكذب. المشهد السياسي ليس على الكذب، لا لا على الكذب. أنا وانما على برامج البأس على برامج صحية البأس. ما انا برنامجي شنو؟ انا لو كان تو نلقى حزب يتحدث عن برامجه ويحبب الناس من خلال ما يطرحه اميل اليه، اما وقت اللي انا احدث الناس ليش احدثهم عن الاخر، عن الحزب الاخر اللي انا نعارضه، نحث عن عيوبه على النقائص نتاعو باش نظهر اللي انا افضل منه، وكيفاش طريقه راهي هي المساله سي محمد، مساله تصحيح. احنا الفتره اللي محتاجين فيها محتاجين الى فتره تصحيح. اعطيني اليوم شكون الحزب الصادق، شكون البرنامج الواضح، شكون يملك الحقيقه قبل كل شيء. يا سي عمر الله يبارك فيك، اسمع من باب التفاؤل. احنا اليوم تعرف في تونس عباره لنا في سفينه، السفينه هذه فيها خرق منقوبه، فعض الناس تطينك النقبه، شو اللي تعمل؟ تولي انت اللي قبتها والاخر يقول له انت، العباد كلها مش تغرق واللي هذا يحمل في المسؤوليه الاخر. هذا وضعنا يعني في الاصل، لاننا ثم ترتيب متاع اولويات، والاولويات هو وضع البلاد. اما اذا كان وضع البلاد مش هو اللي في الكفه نتاع الحسابات السياسيه، راهو هذا مخان خاصه هي البلاد والمواطن. اليوم خاص يصدق حتى حد، هو المواطن خاص، المواطن مبقاش يصدق حتى حد، ما يصدق حتى حد، ولكن هو كم سيب اهل السياسه وسيب كل شيء ولاهي بشغله ولاهي بالعمل نتاعه. لان بالضبط ما فيه ما فيه ما يتارى ما فيه ما يتسمع. احنا اي فعلا كره السياسه المواطن، ما احناش محتاجين الى الغيبه او الى النميمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن لحم أخيه في الغيبة كان على الله حقا أن يدخله، كان على الله حقا أن يحميه من النار، كان على الله حقا أن يعتقه من النار. معناها الإنسان هنا يزم ذب على لحم أخيه، معناها من الغيبة يزم يدافع على أخوه. لكن أنا باش ندافع عليك يزم نعرف مدى الصدق متاعك أنت، ثم الشعب في حيرة ويزم نبين الصدق. هنا لابد أن نسير إلى مسار نوصل إلى الصدق أولا، ثم بعد هذا البرنامج هذا يزم ينطلق من الواقع. اليوم عندنا مشاكلنا، ما حاشناش بشكون يقول أنا ماشي نعمل. اليوم كيف تصلح الواقع؟ ثم مسيرة، مسيرة صدق. ونحب هنا نقول للسياسيين متاعنا الكل، يعني ربما البعض معناه يعرف اللي احنا سابقا ما قبل 23 اكتوبر ما كانت عندنا حتى انتخابات شفافه ونزيهه وغيره، بدينا بالصدق. فلماذا لا نواصل بالصدق؟ لماذا لا نواصل بالشفافيه؟ عندنا مكتسبات، عندنا في تونس ناس تعمل من اجل الصدق، والناس اللي هي زورت انتخابات والناس اللي لعبت بعزيمه الشعوب وقراراتها هذه سيلفظها التاريخ. بالهويه الشفافيه يا سي عمر لا موجوده معناها عن الشفافيه. احنا نبحث عن الصدق ونبحث عن الشفافيه، ولكن وين؟ انا مش نقول لك وينها، في كلام ربي. والناس هذوما كلهم يعملوا بكلام ربي ولا ما يعملوش؟ اش قال ربي؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ريت التقوى، يخاف ربي،
يخاف ربي وقت اللي يعامل الناس ويتعامل مع الناس ويحكم في الناس ويقاضي الناس يخاف ربي. وكل واحد يقول لك راني نخاف ربي اليوم. كل واحد يقول لك راني نخاف ربي. ولكن مع ذلك ساعات نكتشفوا حاجات. هذا الأمر بينه وبين خالقه. وكبعد وقولوا قولا سديدا. لو كان القول سديد وصحيح وصواب وصدق إلى غير ذلك راه ربي يصلح في الأعمال. ما دام الاعمال تو من خلال ما يحدث في بلادنا من اقصى الى اقصى، ما دام الاعمال ما هياش صحيحه راي هكا من الاقوال المعوجه. ايه اخرى لا خير في كثير من نجواهم. تعرف النجوى شنو الحديث نتاعهم اللي ترى فيه في البلاتوات وفي المنابر؟ لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. يعني حديث في المنابر وحديث في السياسه وحديث في الصحافه الى غير ذلك ما فيهش كلمه خير. ما يصلحش بين الناس، ما يحلش مشاكل الناس. والناس اليوم اش يحبوا؟ يحبوا شكون يحل لهم مشاكلهم. فعلا المواطن يحب شكون يحل له مشاكله. ما دام ما ثماش شكون ما هو راه ما يثقش. انا نحب راني ناخذ تليفون لانه فما تليفون معنا. محتاجين الى نقاوة القلوب، صفاء القلوب، ومحتاجين الى استقامة الالسن. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. نحب ناخذ التليفون اللي معنا باش ربما وعدناه باش يكون حاضر معنا. سلوى من صفاقس، مرحبا بك يا سلوى. اذا كان سلوى معنا مرحبا بها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عيشك. نشكركم على الحضور برشا سي محمد سي عمر. يعيشك. وسمعنا الامثله الكل جات من القران ومن السنه. انا مش نزيد حتى شيء، مش نزيد مثالين شعبيين. تفضل تفضل يا سلوى. تدفع في الدين. نعم. مش نزيد مثالين شعبيين. سي محمد وسي عمر قالوا على الأمثلة الكل على الكلمة. اللي هما تفضل. من القرآن ومن إي نسمعوا فيك. اللي هما شو هما الأمثلة الشعبية؟ الأمثلة الشعبية كلمة الزي تدفع في الدين. باهي. والمثل الثاني؟ والمثل الثاني كلمة في الصباح وكلمة في العشية ترجع المسلمة يهودية. باهي. ويبدو المكالمة طريفة. يعطيك الصحة يا سلوى على تدخلك معنا وشكرا على حضورك. هو راهي الكلمة الباهية ديما تبقى باهية ومطلوبة يا سي محمد. في ختام حصتنا معناها لابد أن نؤكد على أنه كما بدينا الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة. سبحان الله. سبحان الله. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا الأصل. هذا الأصل. يعني قول الكلمة الطيبة وبإذن الله تؤتي أكلها. الكلمة السيئة والكلمة اللي قائمة على الكذب وقائمة على الخديعة وقائمة على المكر وقائمة على الإفساد إلى غير ذلك لا يمكن أن تثمر. ما يمكنش ان تثمر عبر الزمان. اللي يكذب مش يظهر. ولا ثم ثمار فاسده. تعطي ثمار فاسده. اسمع، تعطي ثمار فاسده والثمار الفاسده تضر ولا تنفع. تضر ولا تنفع. احنا سنحتاج اليوم في دقيقه سي عمر من خلال التعامل مع الكلمه. انا اقول الكلمه بتاعنا لازم تكون بناءه، تجمع ولا تفرق، تبني ولا تهدم. ماذا بينا نرجع الى كلام الشكر، وماذا بينا نرجع الى المصارحه، الى كلام يبني، الى كلام فيه اعتبار قيمه الشعب التونسي، الى كلام معناها من شانه انه يبعث في النفوس الامل ويقوي العزائم من اجل بناء ان شاء الله تعالى. نحتاج دائما الى امل، وان شاء الله الامل يكون ديما موجود في قلوبكم في اذهانكم. مرحبا بكم دائما مشاهدينا في تفاعلكم معنا. اعتذر للمكالمات الهاتفيه اللي طلبتنا وربما ما كانتش الفرصه سانحة باش تكون حاضرة معنا في اليوم في الحصة. إن شاء الله في فرص قادمة. سي محمد المدنيني مع الشكر والتحية. بارك الله فيك. الله يبارك فيك وفي الحضور وكذلك في المشاهدين. يعيشك. شكرا لك سي عمر. بارك الله فيك. نحب نشكر الفريق التقني المتميز اللي رافقنا الليلة إن شاء الله، ونحب نقول ربي سبحانه وتعالى يبارك في هذه القناة ولها وعليها. ولا نحب نشكر المشاهدين اللي تابعونا منذ بداية الحصة، والمشاهدين اللي ما تمكنوش باش يكونوا حاضرين معنا نقولوا مرحبا بكم، لأنه فما تفاعل يوصلنا من أسئلتكم من اقتراحاتكم من ملاحظاتكم. الفيسبوك على ذمتكم، وأيضا البريد الإلكتروني للمنوع على ذمتكم. شكرا على تفاعلكم معنا، ومن كامل الفريق نقولوا تحية وإلى اللقاء. من اليوم أنا معكم، نحس بيكم، نعاونكم. من اليوم أنا معكم، نحس بيكم، نعاونكم، نأمنكم، ونحب لكم من الحب الروحي على خاطر مع الزيتونة تكافل الكل واحد.
الزيتون تكافل، مبادئ نتقاسم.